اسمي عبد الله الغزاوي من إدارة تعليم الرياض. شعور لا يوصف بأنني ممثل وطني الذي تربيت فيه والذي استثمر فيه. كل ما أريد أن أفعله في عايسف وأحققه أن أكون سفير لبلدي وأظهر للعالم إمكانيات الشعب السعودي وأن أثبت للعالم أن السعوديون قادرون على أنهم ينافسون العالم. مشروعي عبارة عن برمجة نظام يستخدم الذكاء الاصطناعي لتشخيص السرطان من عينات دم. نحن حاليا نواجه مشكلة مع تشخيص السرطان لأن النسبة العالية للموت من السرطان ليس لأن التدخل الطبي صعب ولكن أن يتم تشخيص المريض بالسرطان في مرحلة متأخرة. فقد أبهرني الفكرة لأننا نستطيع أن نستخدم الذكاء الاصطناعي لحل هذه المشكلة بطريقة بسيطة. أولاً أريد أن أشكر مولاي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز وسمو ولي العهد محمد بن سلمان والمملكة العربية السعودية لاستثمارها في شعبها. وأيضاً أريد أن أشكر مؤسسة موهبة لتنسيق الأولمبياد الوطني للإبداع العلمي. وأيضاً من ناحية بحثية أريد أن أشكر جامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية كاوست وخاصة البروفيسور جينغاو الذي ساعدني في هذه الرحلة. ومن ناحية عاطفية أريد أن أشكر جميع زملائي وأهلي الوالد والوالدة لدعمهم العاطفي ومساندتي في هذه الرحلة. واجهت الكثير من الصعوبات ولكن الاستمرار وبذل الجهد رحلة متعبة ولكن بذلت الجهد. وعندما واجهت الصعوبات لم أستسلم وأصريت حتى وصلت لهذه المرحلة.